الخبر اللي عدنا عن بوكا أنارين بيوتي يا حبايب من الفرح. فبشكل صادم نزلت شوية ستوريات، بهذه الستوريات كانت نوعا ما كلش فرحانة وقاعدة تقول انه اليوم هو اسعد يوم بحياتها وقريبا راح تخبرنا شنو صار وياها. طبعا اغلب المتابعين صاروا يتوقعون ممكن يكون الموضوع انه هو عبارة عن زواج ناري بيوتي او خطوبتها من موفلوجز. ما ادري الصراحة، راح احطكم الستوريات تشوفوها بعد، اكتبوا لي بالكومنتات شنو توقعاتكم اللي صار. ما قدرت ما احكي معكم وشارككم اللي عم يصير اليوم، بس لأي حدا عم بيشوف هالستوري تذكروا هاليوم، لأنه فعليا اليوم ممكن يكون أهم يوم بحياة كلياتها. كمية السعادة اللي أنا فيها اليوم ما فيني، يعني ما عارفة وين روح بحالي، يعني قاعد قاعد هيك بالسيارة صافني إنه شو عاملة أنا لربي لحتى عم أتوفق بهي الطريقة. الحمد لله على كل شيء. تذكروا اليوم وان شاء الله حيجي اليوم اللي حشارك معكم كل شيء، وبموت فيكم كلياتكم وبحبكم كلياتكم. بس الله حبايب فيديو رقم اللايكات، وطبعا الدعم شويه نازل ففيديو رقم اللايكات عم تحمسون ننزل لكم اكثر، واكتبوا لكم التشويق توقعاتكم اللي صار. وبس لا وصل المقطع فيديو رقم اللايكات وبس.